نعمان حمدة في دوره ككشاف في مسرحية خوف، كنت تحكي لنا على هالرمزية متاع المسرحية ومتاع دورك أنت. اي معناتها هي الحكاية معناتها الفاب بتاعهم مجموعة من الكشافة خرجوا، هي مجموعتين، مجموعة معناتها من الكبار اللي كملوا معناتها عندهم مدة معناتها على الكشافة، لكن حبوا يخرجوا نهارتها باش يستذكروا الأيامهم القديمة، وفما الجيل الآخر متاع الكشافة اللي موجودين معناتها بطبيعتهم يخرجوا، فتصير هالكارثة هذي هالعاصفة اللي تهجم الرملية اللي تهجم عليهم وضيعهم وطيرهم ويذيعوا معناتها ما عادش يعرفوا رواحهم فين، ويلقاو رواحهم في مكان مهجور مستشفى متروك عنده قديش، وفي بالهم باش تتعدى الحكايه في نهار فتتعدى ايامات وما ايامات، والشيء عمال يقوى ويتسكر عليهم وهما يزيدوا يتحسروا غاديكا. ما تشبهش الحكايه شويه لتونس نتاعنا توا؟ كنت قلت بعد هالخوف اللي حسستونا به والمرايه اللي وريتونا فيها وجيعتنا، نراو لبو جيتشينيل. أنا ما نجمش كان نقول إن شاء الله معناتها فهمت، لكن ديما نقول نحط سقايا على القاع معناتها ما عانيش بتاع إن شاء الله كل حكاية كل كذابة ولا والله لاباس وزرع الأمل ولا وفترة تتعدى، لا بالحق معناتها إن شاء الله هي فترة تتعدى وإن شاء الله معناتها يزول كل شيء، لكن كي تبدا سقيك على القاع تبدا تغزر شنو اللي صار بالضبط، يظهر لي واحد مع واحد يجيو اثنين.